كان في بنت صغيره مامتها كان عندها طقم كاسات غالي قوي، وكانت بتقول لها اوعي تلعبي بيه. البنت كانت ما بتصدق مامتها تقوم رايحه الشغل وتطلع طقم الكاسات وتقعد تلعب بيه، وقبل ما عاد رجوعه ومامتها تقوم بسرعه شايلاه. وفي يوم وهي بتشيل الكوبايه واحد فعلت منها ووقع اتكسرت فتفت 100 حته. البنت قلبها وقع في رجليها، لمت الازاز بسرعه وما رضتش ترميه في الباسكت عشان مامتها ما تشوفوش، وقررت انها تخبيه ورا الغساله. رغم ان البنت كانت صغيره قوي ساعتها، الا انها فضلت فاكره لحظات الرعب والخوف الفظيع وهي مستنيه رجوع مامتها من الشغل، وهي عارفه انها عملت حاجه غلط جدا وكبيره. هو ازاي ممكن اعيش مع ربنا طول ما انا بعمل غلطات بالمنظر ده؟ ايه بنصليها كل يوم في صلاه الاجبيه: ارحمني يا الله عظيم رحمتك، مثل كثره رأفتك تمحو اثمي، تغسلني كثيرا من اثمي، ومن خطياتي طهرني، لاني عارف باثمي وخطياتي امامي في كل حين، لك وحدك اخطات والشر قدام عينك صنع. المزمور ده صلاه داوود النبي. خليني احكي لكم قصته. كان في وقت حرب، وكان كعاده الملوك ان هما بيتقدموا الجيوش بتاعتهم في الحروب، لكن في الحرب دي بالذات جم رجال الحرب اللي حوالين داوود وقالوا له بص احنا خايفين عليك، خليك انت في القصر المره دي والموضوع مش مستاهل، احنا هنروح نطلع الحرب. فكانوا في وقت الحرب والجيش بيحارب، وداوود طلع على السطح بتاع القصر بتاعه وقرر يتمشى. لقى امرأة جميلة بتستحم، فنظر إليها واشتهاها وبعت جابها وأخطأ معاها. بعد شوية بعتت الست تستنجد بيه وقالت له إنه الحقني إنه أنا حامل وجوزي في الحرب. فداود الملك راح استدعى جوزها من الحرب علشان يعرف أخبار المعركة، وسألوا عن الجنود وإيه أخبار الحرب، وبعدين قالوا طب خلاص ارجع أنت بيتك وبكرة ابقى ارجع المعركة. فأوريا جوز بفشبع قال له إزاي يبقوا إخواتي في المعركة وأنا قاعد في بيتي مع مراتي، لا يمكن أعمل كده، وقرر انه يفضل مبيت عند الباب بتاع داود الملك. فداود الملك بعت جواب مع اوريا ووصى فيه بالكلام ده، انه خلوا اوريا في الصفوف الاولى في الحرب، واول ما يجوا الاعداء علشان خاطر يهجموا يبقى الجيش بتاع شعب الله يتراجع من وراه علشان يكون بيموت. فعلا الكلام ده حصل، ومات اوريا في الحرب، وبعدها استدعى داود بثشبع وتجوزها، بس البيبي اللي جه من الخطيه ديت مات. في الوقت ده داود النبي صلى كلمات المزمور دي: إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. الغريبة بقى أنه رغم أنه داود الملك عمل أكبر خطيتين موجودين، هو قتل وزنى، إلا أنه في سفر أعمال الرسل آية بتقول كده: داود ابن يسى رجل بحسب قلبي يصنع كل مشيئتي. طب إيه مشيئة الله الخطية؟ لا طبعا مش دي مشيئة الله، لكن مشيئة الله هي أنه لما أغلط ولما أقع في خطية ولما أتعب وأضعف أعمل زي داود، أجري عليه وأقول له ارحمني حسب رحمتك، أنا بجري عليك وبستخبى فيك، مش هداري نفسي ومش هبرر اللي عملته ومش هنكره، لكن هستخبى فيك. الضعف والخطية مش دي أكتر حاجات بتفرق مع ربنا، لكن اللي بيفرق قوي بقى موقفي أنا من ربنا بعد ما بغلط وبعد ما بضعف. هل أنا ببقى شاطر زي داود الملك وأجري على ربنا واستخبى في رحمته وفي دمه، ولا أنا بخاف وببعد وبقرر أنه أجمل غلطي أو أبرره أو أشوف له أي أسباب؟ الفكرة انه انا لما ببعد عن ربنا ظلمتي ووحشتي بيزيد، وكل ما ظلمتي ووحشتي وغلطي بيزيد بخاف اكتر وبحس ان انا لازم ابعد عن ربنا اكتر، فببعد فالوحاشة بتزيد اكتر وبخش في دايرة مش بتخلص. الكتاب المقدس بيقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. الحياة مع الله مش للي ما بيغلطوش، لكن للي لما بيغلطوا ما بيخبوش غلطهم من الله، مش بيحاولوا يبرروه او يغطوا غلطهم او حتى ينكروا، مش بيبعدوا عنه وقت الضعف والخطية والتعب، لكن بيجروا عليه يعترفوا بضعفهم بخطيتهم بأنهم حتى مش قادرين يبطلوا الخطية. يسوع هو النور الحقيقي اللي جه علشان ينور كل ظلمة موجودة فيا. الحياة مع الله مش للي ما بيغلطوش، لكن للي ما بيخبوش غلطهم من الله.